يزيد لك حسان. المتوقعات ديالي ان شاء الله المنتخب المغربي غيفوز ان شاء الله 2-0. بالنسبه للتوقعات ديالنا اليوم اخي سعيد غادي يكون كنقول ان شاء الله غادي يربح المغرب 2-0 ان شاء الله. تحياتي للمغاربه من طنجه حتى للقويره. المنتخب ان شاء الله فرجه ممتعه 2-0. صاحبي ضربوا هاد الصويرة بها اش تصور معاك اش اش Let's go.